هايو عاملين ايه؟ والنهارده الفيديو هيكون عن طريقه تحديث توكا بوكا وتحديث جديد. وقبل ما نبتدي ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتضغط لايك كمان عشان تشجعني، واكتب لي كومنت ويلا نبتدي. اول حاجه الطريقه سهله جدا، وانا مسحت توكا بوكا علشان انزل التحديث ليكم وتشوفوا معايا. بس قبل ما ابتدي اي حاجه كلكم دلوقتي امسحوا توكا بوكا عشان التحديث ينزل، تمام؟ بس خلينا نشوف طريقه سهله جدا. اول حاجه ندخل دلوقتي على جوجل وهنقوم كاتبين سي سي بلاي، اوكي، تحميل برنامج سي سي بلاي. سهله جدا الطريقه، بس تابعوا معايا للاخر. هتقوموا كاتبين في السيرش، لازم تكونوا عارفين كويس عشان انا مش عايز الفيديو كذا مره ومحدش يقول لي انا ما فهمتش حاجه من الفيديو. هتكتبوا في السيرش تحميل سي سي بلاي، اوكي، وتقوموا باحثين هيطلع لكم الموقع دوت. هو ده الموقع وده شكل الموقع. هتنزلوا تحت شويه وتقوموا حاملينه، هو دوت، حملوه. وزي ما شايفين كان بيقول لي من 5 تقريبا لواحد، ما خدتش بالي بس بالظبط. المهم هيعد معاكم ثواني كده صغيره، وبعد كده هيطلع لكم الكلمه دي فتضغطوا عليها اللي هي تحميل سي سي بلاي اب، اوكي. وهنا بيقول لك ملفات الضرر بجهازك والكلام ده، طبعا هو بيكذب عليك لانه فعلا اللي هو كان ضرر، ما كانتش مصر كلها محمله اللعبه دي يعني، اوكي. هو مش ضرر خالص يا جماعه، فالمهم هنضغط حسنا وهنا يتحمل وارجع لكم، اوكي. لازم تكونوا عارفين ان فوق هنا بنشوف التحميل، هما تقريبا بياخد وقت طويل شوية، بس يلا يا جماله هيقعد وقت طويل. خلينا مستنيين، والله ما اكذبش عليكم ما خدش وقت طويل ولا حاجة يا جماعة. هو لف وبعد كده قفلت المسجل وقمت لقيته اتحمل، هنضغط عليه كده عشان خلاص اتحمل، تمام. تعال نثبته مع بعض، اوكي، عشان تكونوا شايفين الطريقة بالظبط. هنعمل تثبيت كده وهستناه يتثبت. سهلة جدا. ده طبعا التطبيق. بقول لحضرتك خدمة الحماية، هو بيكذب عليك يعني. المهم ثانية واحدة بس، اوكي، بيتثبت تاني. بصوا هو لو قالك حضرت خدمة بلاي لحماية التثبيت، اوكي، تقدر على التثبيت على اي حال. انا عملت حسنا انا مخدتش بالي، اوكي، انا قلت تثبيت على اي حال. اتحمل، اوكي، استنى شوية شوية كمان، مش بهزر، استنى وبعد كده ارجعلكوا. تم تثبيت التطبيق بنجاح، اوكي، هنعمل تم وهنخرج من جوجل خالص ونروح نشوف التطبيق. ورجعت لكم بعد التطبيق خالص، هو دوت، فتضغطوا عليه. حد فاهم حاجة؟ نضغط على ايه؟ نضغط على دي ديت. بصوا يا جماعه هو كله صيني، اي حد صيني ترجم لنا. هنعمل سماح سماح ويدخلنا على التطبيق. اظن شفتوني انا عملت ايه يعني، على ما اظن. المهم نشوف التطبيق بيفتح دلوقتي، وهنا بيفهم لنا شويه حاجات بس احنا اصلا مش فاهمين. المهم هنضغط، اروح السيرش، اوكي. استدرينا انا ضغطت التطبيق ده 100 مره ودلوقتي لحد دلوقتي نسيت السيرش كان بيبقى فين، اوكي. خلاص هو فوق اهوت، اهو نضغط سيرش. ايش طبعا هنكتب توكا بوكا، بس يكون تي كابيتال، اوكي، مش هتكتب توكا بوكا يا جماعه، توكا لايف وورلد. بهزر معاكم بس. المهم هتكتب توكا لايف وورلد وتقوموا عاملين سيرش، او اللي هي الكلمه الصيني اللي هناك ديت عشان تختفي على طول. المهم هي تقريبا على ما اظن ان هي سيرش، هيطلع لكم توكا بوكا. طبعا تستغربوا شويه اني واحده فيهم بالظبط يعني، يوم عندكم تلاتة. المهم هي ديت اللي في النص دي، تمام، اكيد طبعا هي دايما بتبقى في النص. المهم هنقوم ضاغطين على العلامة الحمراء دي، اوكي، بيتثبت. غالبا هي ايه، غالبا يعني الكلمة الحمراء، مبقتش الكلمة الحمراء يبقى كلمة رصاصي. المهم هندوس على هنا، انا اظن يعني تتحمل، اوكي، دلوقتي بتتحمل، اظن يعني انها تحيرنا فتقعد وقت طويل. تسعة، ده لسه تسعة، ده بيمشي تتا تتا ما شاء الله. لا ده مش تسعة كمان، ده واحد واحد ونص. ايه الذكاء ده، بيحاولوا يزهقونا بأي طريقة يعني. بصوا اتنين تلاتة بوين تلاتة. المهم هستنى وارجع لكم. لا انا ما انصحكمش يعني ان هستنى وارجع لكم، عشان ممكن افضل معاكم لحد ما يتحمل، مش بعرف اقعد 3 ساعات على بعض من غير ما افتح المسجل. المهم اتصير مع مين انا دلوقتي بقى، خايف اطلع التحميل يقف، مش عارفة. بصوا هنا في كومنت، طب انا اعبر لهم بقى عن مشاعري، اقول لهم ان اللعبه زي الزفت عشان تتحمل بالراحه. لا ده محتاج وقت طويل، فمحتاج ان انا ادخل حساب على التطبيق، فشكرا مش عاوز اعبر عن رايي، هبعبر في متجر بلاي. نعبر بقى في متجر بلاي عن راينا فين اللعبه دي، اوكي، وهي حياتي. هديكي كام نجم، ما شاء الله حتى النجوم هنا مش باينه اهي. يلا نجم نكتب بقى، بسم الله. ايه اللعبه دي يا جماعه؟ بتقعد 3 ساعات تتحمل، هي ناقصة زهق؟ لا انا تقريبا توكا بوكا اصلا
هتدعي عليا بعد الكلمة دي. المدة أكتر من كده، فخليني أسكت أحلى. يا روحي على الرقة، 24 24% هتشلت يعني. لعبة بتتحمل وخلاص، هي اتحملت وقمت لقيت الشاشة دي طالعة لي، فهعمل إعدادات أضغط عليها طبعا لازم تطلع لك، أو ممكن لأ تعمل السماح على مامي يعني للتطبيق، وهنبقى عاملين كده ويا نثبت اللعبة، ونتمنى إنها ما تطولش. بس هي تقريبا هتطول كده وكده، فإذا في سيركو تطلع هي اللعبة وتطلع ما تزلناش تمام، بس أنا متأكدة إنها اللعبة يعني عادي، أصلا كنت منزلاها وبعد كده مسحتها فأكيد يعني. أنا تقريبا نزلت تحديث قبل كله تقريبا، أو قبل ما الطريقة تنزل، عشان عملت سوفت لموبايلي فقمت منزلة لعبة كوكا لقيت فيها التحديث فعادي يعني. أنا أول واحدة في مصر منزلاها على ما أظن. المهم جالي التثبيت، يلا جاري 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 جاري. هو انا الغباء اللي انا فيه ده، لما كنت مسحت توكا بوكا كنت وريتكم ازاي بتتحمل من غير ما امسحها، بس انا عملت كده عشان تصدقوني. هتعملوا تمام، وهندخل على اللعبه، نقابلكم على اللعبه. اوكي يلا. وي دلوقتي يا جماعه بعد ما فتحنا اللعبه بيقول لي تحميل، هتعرفوا ازاي اللي هي هنا بيتعدي 13 3 بس من اول واحد لحد 100 تمام. هنستنى لحد ما تتحمل، لو خرج لكم من اللعبه هتدخلوا عليها تاني عادي تحصل تمام. يعني ايه جوزي؟ يعني مثلا ممكن لو اتحمل لحد 100 واقوم خرج لكم من اللعبه خالص ماشي عادي، اما بقى لو ما خرجش ماشي برده عادي ما فيش اي مشكله. اما بقى لو خرج لكم من اللعبه وعدت التحميل الاول برده ما فيش اي مشكله. المهم حتى لو خرج او حتى ما خرجش ما فيش اي مشكله في الموضوع. المهم هنستنى التحميل وارجع لكم. بالنسبه بقى اللي ما كانش يعرف، فانا تقريبا عارفه السر ده من زمان قوي 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 قوي، من ساعه ما عملنا اصلا التحديث الجديد لتوكابك، اللي هي ايه لازمه الدايره دي، ما ينفعش نخفيها او نوديها في اي حته. لا للاسف ما ينفعش تخفيها او تصديها، لان دي تقريبا تبع اللعبه تمام، بس هي ليها لازمه على فكره، تقدروا تسرعوا منها التحميل اي حاجه، بس انا بفضل يعني كده. بصوا خرجني من اللعبه، واخدين بالكم برضه لو خرجكم من اللعبه. لاحظوا ان انا برضه كنت بضغط على المود ديت فخرجني من اللعبه عشان المود، ما ينفعش اسرع التحميل وانا وهو يعني هو بيتحمل هو هو في المنطقه دي. المهم يعني ما تعملوش اي حاجه، استنوا يتحمل وخلاص. وزي ما وريتكم خرج من اللعبه عادي جدا حتى لو هو في منتصف التحميل عادي. بالنسبه للناس اللي هتقول لي طب ما ينفعش تنزلي لي طريقه بس تكون المساحه اقل، طبعا مش انا اللي عامله اللعبه ولا انا هتحكم في مساحتها، فللاسف لا، فهي مساحتها زي ما شايفين 40.4 ميجا بايت تقريبا بتلخبط. المهم هي مساحتها 40.4، المهم شوفوا بقى اوكي وصل التحميل ال 100. ودلوقتي بيقول لي بعض الاذونات المطلوبه، اوكي هتعملوا التالي يعني عشان مش لازم اقرا كل دوت، فتعملوا التالي وسماح تمام. علشان هو لازم كده، لازم لو عملت رفض مش هتقدر تشتغل، اديني بقول لكم. اوكي هستنى تفتح، او اكيد انتوا عارفين ازاي بتدخلوا على اللعبه، طريقه سهله جدا، ف هضغط كده عشان الوقت تمام بالنسبه ديت فبتسرع. اوكي خليكم عارفين دي بتضغطوا عليها كده سهله خالص يعني، اكيد معظمكم يكون عارف، فضغطوا عليها كده والبتاع ديت اتفعلوها فهتقوم مسرع لكم اللعبه، بس مش عايزه اسرع اللعبه لان تقريبا لما بسرعها فبيقوم موبايلي بيعلق فبيحصل خربطه في الموبايل يعني، فانتوا شوفوا بقى موبايلكوا على حسب. اوكي انا بفتح اللعبه من هنا، بدخل عليها، مش عايزه الفيديو يطول حوالي درجه 20 دقيقه والكلام ده تمام. مش عارفه ليه لما بدخل على توكا بوكا او لما باجي اسجل فيديو يعني اكتر حاجه بتنرفزني ان الموبايل بيعلق في توكا بوكا، مش عارفه ليه. ده شكل التحديث دلوقتي، هو بيبني لنا المكان دوت بس تقريبا، عشان هو كل المباني مبنيه فهيبني لك المكان ده بس وهيدخلك عليه، مش اتمنى ما يدخلنيش على البيت ده يعني. بصوا الحمد لله ما دخلنيش، دخلني على البيت اللي دايما لما بنيجي نفتح توكا بوكا بيدخلني على نفس البيت ده. المهم هو دخلكم على بيت هتخرجوا منه تمام، هو اللي هو البيت اللي على ما اعتقد اول بيت اتبنى اصلا في توكا بوكا تمام، فبيدخلك عليه هتقومي انت خارجه من البيت وعادي بقى تكملي لعبك في توكا بوكا عادي. طبعا هتفهموا كل حاجه دلوقتي، بس حبيت اقول لكم يعني زي ما انتم شايفين البيت اللي دخلنا عليه، وهنقوم عاملين خروج خالص سهل خالص يعني، اكيد كلكم فهمتوا، لو دخلك على البيت وانت تخرج منه بس كل ما عليك هتعملي كده. بسم الله رحنا على المكان اللي هيبني فيه، واتمنى يكون هو في البيت. طبعا الناس اللي كانت بتقول ازاي بتصنع بيوت، فاهوت يا جماعه من علامه الشاكوش ديت، اضغط عليها. بسم الله عاوزه بيت جديد، بسم الله فين بيت البيبي، اضغط على اي بيت واشوف حاجات البيبي موجوده ولا لا، خلي مثلا بيت ده وتقريبا كبروا بيت البيبي ولا حاجات البيبي، ممكن عاملين بيت مخصص للبيبي ولا حاجات البيبي مش فاكره. المهم ادخل على اي بيت واشوف فيه حاجات البيبي ولا لا، عشان انا ما دققتش مع التحديث قوي يعني، فهنشوف تقريبا حاجات البيبي ما كانوش بيقولوا بيت البيبي خالص. ايش يا جماعه زي ما شايفين دخلت على البيت تمام، وشفت حاجه صدمتني لما جيت اضغط على الكرسي اللي هناك دوت، اللي هو لما بتيجي تحطي اساس يعني، فبضغط عليه كده لقيت حاجات البيبي. ياي كيوت، حلوه قوي قوي قوي، عجباني قوي
تعالي نشوف بقى التلاجات، ما نزلوش حاجة على التلاجات يعني حاجة تبع البيبي. المهم كل اللي مبدأة معايا حاجات تبع البيبي. اوكي كرسي كتير ووبس كيوت يا جماعة. دلوقتي يلا نعمل مثلا بيت للبيبي صغنون كده، هعمل الصالة ممكن يعني اخي اعمل الصالة. فهجيب دلوقتي دهان اوكي اللي هو ديت مثلا، ممكن تكون صالة البيبي كده ماشي حلوة. في حب الحاجات دي بتاعت الأطفال ديت سهلة قوي تقريبا، بحسها انها احلى من بتاعت الكبار. اختار اللون دوت ده ده، بحسه لايق شوية. المهم هختار الكرسي يا حلوة، بحب الحاجات دي بصي يا جماعة كيوت قوي، بحب الحاجات الأطفال زي كده، أنا أصلا بموت في الأطفال. المهم حتى لو سنهم 8 سنين بموت فيهم. هحط كراسي كده، مفيش تلفزيون للبيبي، هحط حاجات البيبي بس وعجباني قوي. على فكرة أنا هغير البيت ده عشان ساعات كنت بحس البيت دوت بيت رعب. المهم تقدر تدخل على أي بيت تاني تحطه فيه الأساس. المهم هجيب دلوقتي اللي هي زي الحاجات دي، انا حبيت اوريكم بس شويه الاساس اللي موجودين هنا. وهجيب الالعاب، لا بجد هصوت الحاجات اللي على الصوره دي، الاطفال بتلعب بالحاجات دي فعلا والله، مع ان لما بكبر يعني مش بطيقها ساعتين. المهم ده بيت للبيبي يلعب فيه عسول قوي. المهم وهنجيب العاب ليه بقى للبيبي كده. على فكره معظم الاطفال اللي سنهم 8 سنين برضو بيحبوا يلعبوا بالحاجات دي، انا مش بحب العب بالحاجات دي بس لما اشوفهم بيلعبوا ببقى مبسوطه يعني. المهم هطلع دلوقتي سلايم ليهم تقريبا يعني على ما اعتقد، لا ده شطرنج، شطرنج ده فاضع انا مصبرني. وهحط لهم ده كده سحسول قوي صراحه، الحاجات دي عجباني. لا ده نظام رسومات فمش هينفع تحط. المهم هنا العاب يعني، هو تقريبا صندوق الالعاب تبع البيبي راح نفتحه اهو، طبعا هنحط فيه الالعاب بتاعه البيبي واو عسولة قوي. بعدين بقولكوا ايه ده بقى، تعالى نفحصها. إليمة واو شكلها جميل قوي، وعلى فكرة شكل إليمة غريب غريب يعني تقريبا ده تحديث الإليمة الجديد. المهم زي ما شايفين ده انا تقريبا وريتكم معظم الحاجات. هنا مفرش يعني قصدي ايه مفرش ايه سجادة اهيت تحت كده. انا طبعا ما ظبطتش البيت قوي يعني بس يلا انا حبيت اوريكم. وهنا في شوية الرسومات زينة نجوم كده واو عسولة قوي والله. ودولاب دولاب صغنون كده برضو السولة. وهنا برضو في اللي هو كومودينو كده يعني، وتقريبا محطوش حاجة في المطبخ غير الكراسي تقريبا، كراسي والسفر بس. وبالنسبة للحمام ما طلعوش تقريبا غير البانيو دوت، او مش بانيو كمان ده تقريبا مسبح اوكي او بسين اوكي. وطلعوش بقى حاجة في اللي هو التواليت، طلعوا حاجة صغنونة كده في بس يعني، هو يعتبر دي حاجات البيبي اللي هو زي مثلا حفاضات او حاجة زي كده حفاضة. المهم مش عايزة تخرج تقريبا، اصلا الموبايل بيقولي حرام عليكي حرام اعتقيني شوية. وبس يا معزة انتوا كده شفتوا الاساس، واتمنى تكون طريقة نجحت معاكم يعني. واو طلعت حاجات تحفة كابوكا يعني بجد التحديث روعة، بس اتمنى يعني يكون التحديث اللي هو مثلا عشان كنت الاول خالص لما باجي اسجل فيديوهات وهبدل اللبس بلاقي ان اللبس بيختفي تمام فاهمني، مع اني بقى محتاجه اللبس ده قوي. فاتمنى توكوك يعني يتغير التحديث ده. المهم خلاص يا جماعه دلوقتي زي ما وريتكم التحديث شكله جميل قوي وعجبني صراحه يعني، مش هنكدبش عليكم عجبني. اتمنى تكون الطريقه اللي حكيت معاكم. مع السلامه.